من مدينة مصوع في دولة إريتريا. البر المحيط في هذه المدينة يسكن فيه قومية الرشايدة، والمراد هنا ليست القبيلة فقط، قبيلة الرشايدة من بني عبس، لا، بل مجموعة من القبائل العربية اتحدوا كحلف تحت هذا الاسم، اسم الرشايدة. يعني المراد فيهم مجموعة القبائل العربية التي هاجرت من 150 سنة وأكثر، وإن كان أغلبهم من الرشايدة فلذلك سموا بهذا الاسم. وتعرفت على ها الشيخ الطيب، عرفنا باسمك. حمدان حامد عبد الله السلمان سالم سليم من العوالي الروقة العتبة. ونعم والله. نعم هنا يسمونكم الرشايدة مع أنك عتيبي. أنا عتيبي بأصلي وفصلي. طيب واللي يسمونكم رشايدة هم أهل الديرة ذي. أهل الديرة يعني على العموم جميع يقولوا رشايدة. ولا ما هو رشايدة بلا. ما نقول آل سعود، كلها آل سعود. سعودية الله هي. لكنها فيها وفيها وفيها. فيها قبائل. لكن القبائل الموجودة هنا عتبان وش غيرهم؟ وذانين. إيه. وبقوم وبراطيخ وجهنان وقبائل فيها وكلها تحت اسم الرشايدة. تحت اسم الرشايدة لكن كل واحد يعرف أهله. ما شاء الله.